يا اهلا وسهلا بكل من يتابعنا على قناة السعودية في حلقة جديدة من برنامج كلنا مسؤول، وأرحب بكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الرياض، وكذلك من سيتابعنا عبر قناة اس بي سي. كالمعتاد نبدأ حلقتنا بملخص لبيان وزارة الصحة اليومي حول مستجدات فيروس كورونا. اليوم أعلنت الوزارة عن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما تم تسجيل 2804 حالة تعافي إضافية و20 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا. الأرقام الإيجابية كويس أننا نزلنا تحت يعني معدل 3000 حالة يتم اكتشافها وتصاب به الفيروس. والأمر الثاني عندنا كذلك عدد الفحوصات اللي تجاوزت 66,000، وهذا بحد ذاته يعني رقم إيجابي بالتوسع بحجم الكشوف الطبية وفحوصات كورونا، سواء عبر عيادات تطمن أو تأكد أو حتى المستشفيات الميدانية الموجودة مثلا في جدة وغيرها، والتي ستقام كذلك في الفترة القادمة. ويبقى الرهان الحقيقي هو على مسؤوليتنا. خلونا اليوم يمكن بنركز حلقتنا عن موضوع جدا هام، اللي هو موضوع الاهتمام بالأبحاث العلمية ودعم الابتكار فيما يتعلق بجائحة كورونا واكتشاف كذلك يعني مضادات أو غيرها من الأمور التي تصب في مصلحة مواجهة فيروس كورونا. الجامعات بالتأكيد عليها يعني مسؤولية كبيرة، ونراهن ونؤمل عليها الشيء الكبير في دعم الأبحاث العلمية التي تهتم باستكشاف إما يعني مضادات أو حتى يعني لقاحات لهذا الفيروس، أو حتى كذلك ما يتعلق بما يرتبط فيه من أجهزة التنفس، الكمامات وابتكارها وغيرها. الاهتمام بالأبحاث هو يعني الرهان الحقيقي اللي تقوم عليه الدول المتقدمة، تنفق ملايين كبيرة في موضوع الأبحاث، والجامعات تهتم بموضوع الأبحاث لأنها هي النقلة التي من خلالها يتم رسم خارطة الطريق لجعل هذه الأبحاث مشاريع عملية وابتكارات تعود بالتأكيد بالنفع على الدول وعلى البشرية أجمع. خلونا نرحب يعني ابتداء بالدكتورة ملاك الثقفي، نائب المشرف العام للإدارة العامة لدعم البحث والابتكار بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هذه المدينة الذراع التقني إن صح التعبير في المملكة العربية السعودية، والجهود تبذلها. نراهن نتأمل ونتمنى كذلك أكيد يعني تقوم بجهود كبيرة في هذا الجانب. أرحب فيك أختي ملاك. أبدأ يعني يمكن بما قدمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يعني فيما يتعلق بدعم والمسار السريع لدعم البحوث كذلك الباحثين من خارج المدينة والفرص المقدمة لهم. مساء الخير وأشكركم على الدعوة الكريمة. طبعا زي ما ذكرت، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاكست هي الدعم الأساسي للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية، كذلك هي الذراع التقني والابتكاري لكثير من المشاريع الأخرى. بالنسبة للمسار السريع، فكانت الاستجابة سريعا من كاكست، وهو بالبداية بما سمينا استجابة كاكست لكوفيد 19. فهو حقيقة مجموعة برامج أطلقناها، منها المسار السريع لبحوث كورونا كوفيد 19، أطلقته المدينة في إبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والمركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية، والهدف منه إلى دعم البحث والتطوير والابتكار فيما يتعلق بكوفيد 19 في 7 مجالات علمية لفهم وباء فيروس كورونا المستجد، وبالتالي فهم المسببات المرضية والوبائية وطرق تطور المرض وآليات انتشاره ونمذجة بيانات تساعد في وضع خطط الطوارئ وغيرها، كذلك تطوير تقنيات التشخيص السريع للوباء وغيرها من المجالات التي تساهم في تسريع تطوير الأدوات التشخيصية بشكل أكثر دقة وفعالية. كذلك اهتمت كاكس بدعم البحوث في الدراسات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا، وأيضا اهتمت بالبحوث التي لها علاقة بالصحة النفسية. طيب يعني هذا يعود لتساؤل يعني فيما يتعلق بالمسار السريع لدعم البحوث، كيف كان يعني حجم الإقبال، كيف كانت المشاركات، والتساؤل ماذا تم بشأنها؟
طبعا الإقبال كان كبير جدا. طبعا التحدي الكبير كان أننا مسمى مسار سريع، فالفكرة كانت أنه التقديم يكون له سريعا، وكمان النتائج والبدء الفعلي في دعم البحوث يكون سريعا. ففتحنا المجال لمدة 10 أيام في البداية، بس جانا ضغط كبير أنه طلب بالتمديد، فأضفنا أي أسبوع إضافي، وتم استقبال أكثر من 500 مشروع متكامل لبحث علمي من مختلف جامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، وبعض الجمعيات حتى الغير ربحية. نعم. تفضل. طيب ماذا عن الجامعات؟ يعني الجامعات كذلك الباحثين من خارج المدينة، إيش هي الفرص المقدمة لهم؟ حجم التعاون كذلك اللي تم معهم؟ طبعا هو المسار السريع مخصص للباحثين خارج المدينة، فبعد المراجعات استقلنا عدة لجان من خبراء داخل المدينة وخارج المدينة، وحتى استعنا بعض الخبرات الدولية للتحكيم السريع، وتم إعلان نتيجة 50 بحث من 500، وتم دعمهم من أكثر من 15 جامعة سعودية وعدة مدن طبية تابعة لوزارة الصحة، وكذلك تابع لجمعيات خيرية. وكان مع هذا المشروع ليس فقط الهدف الدعم المادي، بل كذلك فتحت كاكس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية أبوابها ومعاملها المركزية للباحثين فيما يحتاجوا ربما لبعض الإمكانيات التي لا توجد في جامعاتهم ومراكز الباحثين. وهذا اللي بيدعون تساءل عن آلية عمل مراكز البحثية والمعامل والمختبرات عندكم في المدينة في هالفترة وتوظيفها لخدمة الباحثين من خارج المدينة. صحيح. طبعا كاكست يعني في العمل يتم داخل المدينة بما يخص التطوير وليس البحث، ففي باحثين كاكست يشتغلوا على عمل تطوير في مجالات مختلفة مثل التشخيص الطبي، النمذجة والمحاكاة والذكاء الاصطناعي وغيرها. فالفكرة كان يعني أهم شيء خصوصا مع ظروف الجائحة الالتزام بمعيارين أساسيين، الالتزام بسبل الوقاية وهو الالتزام بالإرشادات والإجراءات الوقائية التي تنشرها وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة داخل البيئة البحثية، والتعقيم المستمر وتقسيم فترات العمل، وكذلك وضع قوائم لاستخدام المعامل، وكمان حتى داخل المعامل تقليل يعني تطبيق نقول التباعد الجسدي بحيث لا يكون موجود في المعمل الواحد أكثر من 4 أشخاص في نفس الوقت. يعني المخيم التدريبي تأهل يعني في 10 مشروعات في 5 مسارات، التساؤل انه ايش الخطوه القادمه لهالمشاريع؟ ومتى يعني هل يعني انا دائما متفائل ودائما اقول انه ما ينقصنا شيء، يعني ما ينقصنا شيء عن كل الدول المتقدمه، عندنا كوادر يعني طبيه، كوادر علميه مميزه، وعندنا مدينه الملك عبد العزيز والمراكز البحثيه. تساؤل هل يمكن نشوف خلال الفترة القادمة مشروع سعودي عالمي يخدم الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا؟ طبعا أنا أشاركك هذا التفاؤل وجميعنا في مدينة الملك عبد العزيز، حتى كان حملتنا من بداية حملتنا للدعم البحوث وغيرها والمسرعات علماؤنا سلاحنا، فنحن نؤمن بأن علماؤنا السعوديين قادرين على العمل هذا. بالنسبة للمسرعة الأعمال كذلك استقبلنا العديد من المشاريع، أكثر منها 10 في 5 مسارات. الفترة الحالية أعمل على تطوير النموذج العمل أو البروتوتايب لكل هذه المشاريع، وكمان إمكانية الإنتاج الحد الأدنى من المنتج مع مطورين الأعمال ومستشارين التقنيين. في يعني يعني كانت في فترة الحظر الكامل، لأنه كانت شوية مسبب بعض الصعوبات، بس هذا ما يمنع أنه الناس كانت بتشتغل 24 ساعة وفعلا يعني الجهود لم تتوقف. واتوقع انه نحن يعني سمعنا انه ارجع لتفاؤلك انه من اهم الباحثين في العالم في بحوثات كورونا في العموم سواء الفيروس السابق ميرس او الحالي منهم 3 علماء سعوديين، يعني وهذا اللي يخلي اقول انه عندنا تجارب وعندنا كنوز من علمائنا والباحثين. طيب اجيب على تساؤلي، يعني بالتفاؤل، هل يمكن أن نشوف منتج يعني أو مشروع خلال الفترة القليلة القادمة يعني بعقول سعودية استطاعت أن تبتكر ما يخدم الإنسانية والعالم؟
نحن معكم متفائلين، ال50 بحث الذين تم دعمهم من أقوى البحوث وحكمت، يعني كان شكل تنافسي كبير. الجميل أنه ما كان البحث فقط من المجال، البحوث من المجال الطبي، كان في تداخل بين التخصصات، ومن هنا نحن متفائلين جدا بالإبداع والنتائج. وفعلا في بعضها يعني بدأ استخدامها بفحوصات قلة التكلفة أو غيرها. نعم أعطينا كذا دكتورة يعني معلومة كذا تخلينا نتفائل بعد أكثر. المعلومه انت كنت انا كنت استمع لك، يعني الفحوصات بتزداد بشكل يومي. نحن لو بتفكرنا في مساله كورونا، كان في مشكله في سلاسل الامدادات العالميه، فجزء من هذه الفحوصات تم تطويرها في المملكه العربيه السعوديه، يعني لرفع زياده عدد الفحوصات بدل الانتظار من التوريد والامدادات العالميه. فهذه جزء من البحوث انتقلت سريعا للتطبيق، وبعضها اخذت موافقات من هيئه الغذاء والدواء السعوديه. فهذا احد ابسط الاشياء اللي تمت في فتره وجيزه جدا. وغيرها من النماذج التنفس الصناعي بتكلفة منخفضة، والآن توجد تجارب كلينيكية عليه مع مستشفى الملك فيصل التخصصي مثلا، وغيرها من المشاريع. يعني الواحد صعب احصرها، بس انا يعني ضيق الوقت. نعم. استجابة كاكس لكوفيد 19 موجودة على الانترنت، يعني موجود موقع مخصص بكل الجهود وتفاصيلها، وللناس جميل. يعني اللي تحب تتابع. طيب اخيرا دكتور، ما الخطوة القادمة لمدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية في ظل مواجهتنا لفيروس كورونا؟ مدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية يعني هي تضع اغلب الخطط الوطنية والاستراتيجيات في البحث والتطوير والابتكار، ودعم البحث العلمي هذا ليس بجديد على المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين وسمو ولي العهد حفظهم الله. والمملكة التزمت ممثلة بكاكس وغيرها بدعم البحوث لمواجهة هذه الجائحة عالميا، سواء في تطوير اللقاحات أو الأدوية الجديدة. فالبحث الدعم مستمر، وكاكس مستمرة في وضع الخطط وتنفيذ البحوث ودعم الابتكار كذلك بالمملكة. جميل، شكرا جزيلا لك دكتور ملاك ثقفي، نائب المشرف العام للإدارة العامة لدعم البحث والابتكار بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. بس قبل مطلع الفاصل، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لمن لا يعرف هذه المدينة؟ هذه المدينة هي يعني فخر، مصدر فخر لدينا في المملكة العربية السعودية بكوادرها الشابة، يعني اللي دائما تبحث عن الابتكار من بنات وشباب كذلك الوطن، بدعم الأبحاث العلمية بالابتكار القائم في هذه المدينة. هذه المدينة فيها قصص نجاح، يعني بدأنا نلمس أثر شيء من الابتكارات اللي تمت من خلال هذه المدينة، وكذلك القادم خاصة ما يتعلق بارتباطها برؤية المملكة 2030 وكونها ذراع تقني هام، سنرى الشيء الكبير. نتفائل الآن في موضوع كوفيد 19 بهالأبحاث، جزء منها من الأشياء الإيجابية أنه الفحوصات طور كثير منها يعني بعقول سعودية، وهذا اللي خلى عندنا الحمد لله نوصل بعدد الفحوصات اليومية إلى 66 ألف، وهذا بحد ذاته أكيد أنه يعني خطوة إيجابية، والقادم أكيد نعمل شيء كبير. لا شيء ينقصنا، عقولنا نيرة وعندنا إمكانيات ضخمة وعندنا قيادة تدعم الابتكار، وعندنا كذلك طموح أن نكون دوما في المقدمة على مستوى دول العالم، ولا شيء ينقصنا. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم. أهلا بكم من جديد. طبعا اليوم كما ذكرت سنركز على الجانب البحثي والاستثمار في الجانب البحثي، ونستشهد بأزمة كورونا وجهود قلنا بدأنا من مدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية، ذراع التقني الجبار عندنا في المملكة، وكذلك الآن نتحدث عن دور الجامعات ومراكز الأبحاث كذلك الموجودة في بعض المستشفيات. خلوني أروح لمكة المكرمة، زميلنا بهاء عسكر مع ضيف الدكتور محمد الصوفي عميد عمالة البحث العلمي بجامعة أم القرى. تفضل بهاء. مساء الخير خالد لك ولكافة مشاهدينا الكرام. كما ذكرت، البحث العلمي تم دعمه في كافة جامعات المملكة العربية السعودية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى لديها الآن 14 بحثاً تم تحكيمه واعتماده وتم دعمه من أجل بإذن الله تعالى رؤية هذه الأبحاث على أرض الواقع. نتحدث عن هذه الأبحاث حول هذه الجائحة مع سعادة الدكتور محمد الصوفي، وهو عميد عمادة الأبحاث
والدراسات الاستشارية. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، أهلا ونرحب بالسادة المشاهدين. أهم البحوث في هذه الجائحة في من كافة التخصصات. حياك الله. نحن طبعا في جامعة أم القرى ممثلة بعمالة البحث العلمي أطلقت مبادرة جامعة أم القرى للأبحاث المتميزة الخاصة بأبحاث كورونا، طبعا في جميع التخصصات وجميع الفئات نتناول الجانب الطبي فيها الذي يختص بالتجارب المختبرية في هذه المرحلة للتعرف على الفيروس وتركيباته وطرق العلاج حقته. فنحن الآن في هذه المرحلة حقيقة في الجانب حقيقة الاقتصادي والمالي والذي يتناول تأثير حقيقة هذه الجائحة فيما يخص الأمور المالية والاقتصادية وتأثيرها في هذه الفترة وفترة التعايش حقيقة. وهناك الآن نخضع لورقتين علمية بهذا الخصوص، إن شاء الله سوف ترى النور قريبا. الجانب حقيقة اللي عندنا الآن جانب التربوي وجانب النفسي، وهذا جدا مؤثر حقيقة في هذه الفترة، وتناول حقيقة تأثير الأسرة والمجتمع. وعاد حقيقة في هذه الفترة ورقة علمية في تعريف مصطلح الحب في هذه الفترة في الأسرة على المستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. في الفترة السابقة قبل الجائحة كان تعريف الحب هو الاقتراب، الآن تعريف الحب في ورقة علمية هو الابتعاد. إني أنا عشان أحب أبويا وأمي وأحب والدتي وأحب المجتمع فالآن لازم أكون على بعد لأن أنا أحبهم فلازم أبتعد عنهم، وهذا كان بتناول الورقة العلمية هذه. طبعا نحن أخذنا برضو الجانب النفسي وكيف تأثيره وكيف أنه الواحد يأخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وكانت فيه حقيقة بادرة من جامعة أم القرى بعمل سلسلة من التوعية ونشرتها طبعا، وكانت بتغرد بشكل يومي عن طريق الأبحاث كيف نعود بحذر، كلنا مسؤول. فهذه كلها تناولت حقيقة هذا الجانب. لا يغفل على يعني أنظار المشاهدين أنه موضوع حقيقة الجانب الهندسي، وأيضا حقيقة نتطرق على المخلفات اللي هي يوم من الأيام الآن هذه كل المخلفات الصلبة اللي هي بتتعرض على السطوح على الأجزاء، كيف يتم التعامل معها، كيف يتم نقلها من مكان إلى مكان، كيف يتم احتوائها. هذه كلها مجموعة من الأوراق العلمية بإذن الله تعالى نتوقع إن شاء الله في خلال الفترة القادمة لا يقل عن 14 إلى 20 بحث نوعي مصنف في قواعد بيانات عالمية تستطيع جميع حقيقة الدول. لا يخفى عليكم أنه حقيقة الآن ما هو المعلومة جدا مهمة، ليست فقط على مستوى الجامعة ولا على مستوى الدولة بل على مستوى العالم، لأنه الآن هذه الجائحة لازم نتعامل معها على مستوى الإنسانية. فأثبتت حقيقة الحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين أنه حقيقة السعودية قادرة على اتخاذ تدابير صارمة في هذا المجال من خلال الجامعات. اتطرقنا حقيقة في الأبحاث إلى التعليم والتعلم، كيف الجامعة بكافة أطيافها استطاعت الانتقال من مرحلة التعليم الفصلي إلى التعليم عن بعد، وحقيقة كانت فرق في جميع الكليات والمعاهد حقيقة استطاعت أن هي تتعامل مع هذه الجائحة بنجاح، والأرقام حقيقة أثبتت هذا المجال. دكتور محمد، من خلال هذه الأبحاث هل هنالك معلومة يعني تحصلتم عليها تعتبر معلومة جديدة تخص هذه الجائحة في أي نوع من أنواع التخصصات؟ دائما أنا أقول أنه النتائج الأولية قابلة للرد والأخذ، لا يستطيع الآن باحث تأكيد معلومة صحيحة. كل يوم نحن بنسوي تجربة وبتطلع نتيجة قد تكون مغالطة أو مغايرة للنتيجة السابقة، لا يعني أنه النتيجة الأولى غلط، ولكن كل يوم بتكتشف حقيقة جديدة في التعامل مع هذه الجائحة، سواء كانت في الأمور الاجتماعية أو في الأمور الطبية في جميع المختلفات. فالمعيار لا في هذه المرحلة غير ثابت. صحيح. سعادة الدكتور محمد الصوفي عميد عمادة البحوث والدراسات السيارية، شكرا لك. خالد، فعلا كما ذكرت أنت نحن جميعا متفائلين بالعلماء الموجودين بالأكاديميين المختصين من كافة التخصصات، بإذن الله تعالى من خلال هذه الأبحاث سنصل إلى العالمية من خلال وضع معلومات محددة حول هذا حول فيروس كورونا المستجد في من كافة التخصصات سواء الاقتصادية أو الطبية أو غيرها. جميل، شكرا لك زميلنا بهاء عسكر. بهاء في يعني الظهور القادم ان شاء الله معنا بتكون اكثر بهاء لما تلبس الكمامه بالتاكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك ويحميك كل مراسلين في الميدان على جهودهم. خلوني انتقل، يعني بدانا بمدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه، رحنا
جامعة أم القرى بمكة، والآن نتجه إلى يعني أرحب يعني الدكتور ماجد الجريسي رئيس قسم مكتب الأبحاث والتجارب السريرية بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية. دكتور ماجد حياك الله معنا. أهلا وسهلا، حياك الله جميع. يعني بداية خليني يعني ننطلق من يعني توضح لنا وش مبادرة يعني كيمارك اللي هو مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية في الدراسات السريرية المتعلقة بفيروس كورونا. جيد، أولا أشكركم على الاستضافة. مبادرة المركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية للدراسات السريرية هي مبادرة وطنية تبناها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية تحت مظلة وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية، وهذه المبادرة تتمحور في جلب دراسات سريرية لمملكتنا الحبيبة. والحقيقة يعني لو قارنا بلدنا بالدول المتقدمة في الدراسات السريرية بالذات وجدنا الحقيقة في تأخر وبطء في استقطاب دراسات سريرية، وبلا شك دراسات سريرية يعني لها أهمية كبيرة جدا جدا في أمور كثيرة ممكن نتحدث طيب عنها. أنا ودي تبسط للمشاهد دكتور ماجد، يعني ما الذي نقصده بالأبحاث أو التجارب السريرية؟ جميل، سؤال مهم جدا. الأبحاث السريرية لو طبعا وبالذات تميز الأشياء، الأبحاث السريرية هي الأبحاث أو التجارب السريرية هي أبحاث وتجارب تجرى على الإنسان. ولما نقول تجرى على الإنسان، الإنسان المقصود فيه ما يكون الإنسان الطبيعي أو يكون الإنسان بمرض معين، مختلف تماما عن إجراء الدراسات على الحيوانات. وهالدراسات تمر بمراحل عديدة، بتقريبا ثلاث مراحل، وما تصل إلى ثلاث مراحل حتى تختبر في المختبر على الخلايا في البداية، ثم تختبر على الحيوانات تجارب، ثم بعد ذلك تدخل في مرحلة التجارب السريرية اللي هي تجارب على الإنسان، وهي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تكون في على أشخاص أسوياء صحيحين لتحديد الجرعة ومؤونية العلاج، والمرحلة الثانية تكون على مرضى بعدد أقل، والمرحلة الثالثة على مرضى كذلك بس بعدد أكبر. جميل. لتحديد كذلك الجرعة ومأمونية العلاج. هذه هي التجارب السريرية. طيب دكتور ماجد، يعني خلينا الآن نتكلم عن يعني دور المركز، مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية وخاصة في التجارب السريرية فيما يتعلق بكورونا، وين وصلنا في هالجانب؟ جميل جدا. الحقيقة يعني ولا فخر، والمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية هو أحد الصروح الشامخة في البلد، ويعني يقود الآن دراسات سريرية في جائحة كورونا. دراسات سريرية الحقيقة عديدة، منها دراسات في على الأدوية وعلى العلاجات، وكذلك دراسة قريبا إن شاء الله قادمة للقاح أو للتطعيم. فالملكة المركز أو كي مارك هو الآن يقود ثلاث دراسات حيوية ومهمة. بدأت هذه الدراسات في الشؤون الصحية الحرس الوطني، وكذلك في عدة مستشفيات في المملكة وفي مناطق مختلفة، في منطقة مكة المكرمة، في المنطقة الشرقية، في المنطقة قريبا في المنطقة الجنوبية. طيب يعني هل الدكتور يعني هل يمكن نقول في بارقة أمل أنه بيكون عندنا إن شاء الله إسهام سعودي، يعني سواء يعني الإسهام بإنتاج لقاح أو غيرها فيما يتعلق بفيروس كوفيد 19؟ قبل ما أتكلم على يعني المشاركة في إنتاج اللقاح، نتكلم على المشاركة في الأبحاث العلمية أو في خلينا نقول في المجتمع العلمي. سيكون بلا شك لأبحاث التي تجرى في المملكة مساهمة كبيرة جدا جدا في وإضافة كبيرة علمية بلا شك للأبحاث لكورونا، لعلاجات كورونا.
هذه الأبحاث طبعا بلا شك ستضيف إضافة كبيرة، ما تكون إثبات علاج معين بفائدته أو حتى إثبات أن علاج آخر غير فعال. فهذه يعني المساهمة العلمية اللي الحقيقة المملكة بإذن الله تعالى تساهم فيها. أما موضوع اللقاح بلا شك طبعا الباحثين والعلماء في كيمارك وكذلك في جامعات سعودية أخرى على قدم وساق ليل نهار يعملون في معاملهم وفي أبحاثهم لإنتاج لقاح يكون يحمل اسم البلد. بلا شك جميل. الأبحاث تأخذ وقت ولها يعني مسار معين، وكذلك المساهمة في مع باحثين آخرين وعلماء خارج المملكة كذلك كان لنا مساهمات كبيرة فيها خارج المملكة. هل كانت مثلا مع مراكز بحثية عالمية؟ بلا شك نعم، مراكز بحثية عالمية منها جامعة أكسفورد ومنها في جامعة واشنطن في أمريكا وكذلك في جامعة في الصين، يعني الجامعات اللي حاليا نعمل عليها. طيب دكتور، يعني خليني أسألك، يعني هل من ضمن الأبحاث اللي اطلعتم عليها أو كذلك عملتم عليها، يعني ما تم التوصل لأنه يمكن تقليل مدة إنتاج اللقاح؟ احنا نعرف أنه عندنا يعني أبحاث طبية ثم ينتقل موضوع تجارب سريرية، هناك حديث أنه التجارب السريرية هي اللي تطول يعني تأخذ وقتها، حديث أنه ممكن حتى منظمة الصحة العالمية تحدثت على أنه ليس قبل صيف 21 أو خريف 21 يعني أنه سيتم اكتشاف هذا اللقاح. هل يمكن تسريع عملية الإنتاج؟ المتابع لإنتاج اللقاحات والعمل على اللقاحات وأبحاث لقاح ضد كوفيد 19 أو فيروس كورونا بلا شك يعني يلاحظ التسابق والتسارع في يعني هذه المرحلة. هل تعلم أخي أن الآن 148 لقاح تم اكتشافهم لفيروس كورونا؟ من 148 لقاح فقط 17 لقاح وصل إلى أو بدأ في المراحل الأولى، يعني انتهى من المراحل ما قبل السريرية التجارب على الحيوان وفي المختبر، وبدأ الآن في المراحل السريرية اللي هي نتكلم عن المرحلة الأولى والثانية والثالثة. من 17 لقاح نتكلم عنه الآن في فقط 3 لقاحات وصلت إلى المرحلة الثانية، ولقاح واحد فقط وصل إلى المرحلة الأولى. فالتسارع والتسابق طبعا، وفي العادة يعني الفيروسات أو يعني الالتهابات لمثل هذه والجوائح تأخذ فترة طويلة وسنوات طويلة. في كورونا ما أخذت أقل من 6 أشهر ووصلنا إلى المرحلة الثالثة، يعني نتكلم عن 5 سنوات حتى تصل إلى المرحلة الأولى مقارنة ب 6 أشهر حتى تصل للمرحلة الثالثة. فيعني تسابق وتسارع قوي جدا وكبير، وفي الحقيقة يعني هو يعني العلاج الناجع والحل الوحيد لهذه الجائحة هو اللقاح بلا شك. طيب 17 لقاح دكتور، هل من بينها من اللقاحات هذه ما تم بإسهام سعودي أو بمشاركة سعودية؟ ما أخفيك طبعا نحن نسعى في 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 السعودية سواء كان في كيمارك أو في الجامعات الأخرى، جامعة الملك عبد العزيز في جدة وجامعة الملك سعود في الرياض والجامعات الأخرى كذلك، يعني على قدم وساق لإنتاجه. مثل ما ذكرت لك هو البنية التحتية هي اللي تنقصنا. فهناك طبعا في دول الأخرى في أمريكا مثلا من اللقاحات، طبعا معظم اللقاحات بالمناسبة هي في الصين، منتجت في الصين. البنية التحتية عندهم يعني قوية وجاهزة، يعني ربما يمكن من المواد اللي يحتاجونها لإنتاج اللقاح وتطوير اللقاح جاهزة عندهم. عندنا شوي يعني بطء في إعداد البنية التحتية، ولكن ولله الحمد والفضل ان الان تم اعداد بنيه تحتيه وبلاتفورم يعني لانتاج الامصال واللقاحات عموما في المستقبل سيكون لها نقله نوعيه باذن الله تعالى كبير. جميل، شكرا لك دكتور ماجد. لكن على المساهمه، اختم بهذه يعني المساهمه
كان في مساهمات كبيره من الباحثين في السعوديه مع باحثين في دول اخرى على انتاج مثل هذه الامصار، فكان لها طبعا مساهمات، وهذا بالتالي ادى الى ان نشارك في انتاج مثل هذه اللقاحات واجراء دراسات سريريه في المملكه. شكرا لك دكتور ماجد الجريسي، رئيس قسم مكتب الابحاث والتجارب السريريه بمركز الملك عبد الله العالمي للابحاث الطبيه. ما زلنا معكم وحديث عن جهود الجامعات ومراكز البحثيه في دعم ابحاث كورونا بعد الفاصل. يا اهلا فيكم من جديد، نتابع ملفنا الهام جدا، ولعل ان شاء الله هالازمه يعني بينت لنا اهميه استثمارنا في الابحاث العلميه يعني فيما يتعلق بجائحة كورونا وغيرها إن شاء الله في قادم الأيام في إطار دعمنا للابتكار اللي هو أحد ركائز رؤية المملكة 2030. خلينا نروح لجدة مع مراسلنا يوسف الزايدي. يوسف، يبدو لي معك الدكتور سامي الزهراني مدير مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز، أطلعنا على جهودهم في هذا الجانب، تفضل. أهلا بك زميلي خالد، ورحب بك وبالمشاهدين الكرام. نتواجد اليوم من مركز الصحة لتعزيز الصحة الخاص بجامعة الملك عبد العزيز، هذا المركز والذي يعنى بالصحة المجتمعية. اليوم نتحدث عن كيف عززت جامعة الملك عبد العزيز ومواجهة فيروس كورونا من خلال منهجية معتمدة وضعت من قبل معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز. وللحديث عن الموضوع بشكل أكبر ينضم إلي الدكتور سامي الزهراني مدير مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. ورحب بك دكتور. دكتور، اليوم لو نتحدث عن المركز، ما هي الخدمات التي يقدمها؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة، واشكر الزملاء في الاستوديو على استضافتنا. طبعا مركز تعزيز الصحة أسس يعني منذ عام ونصف ويتبع مباشرة لمعالي مدير معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، ودشن هذا المركز معالي وزير التعليم. هذا المركز يعد واجهة حضارية وواجهة مهمة لجامعة الملك عبد العزيز. مركز تعزيز الصحة يهدف بشكل الأساسي إلى جعل جامعة الملك عبد العزيز أول جامعة معززة للصحة في الشرق الأوسط. دكتور سامي، لو نتحدث عن الأهداف التي وضعها المركز في من خلال افتتاحه. طبعا هناك أهداف كبيرة ويعني مهمة جدا للمركز، من أهمها التوعية والتثقيف يعني بدءا من الجامعة وانتهاء إلى المجتمع. المركز حقيقة قام بجهود كبيرة جدا منذ تأسيسه للتوعية بعدة أمراض مزمنة مثلها. بدأنا أول حملة كانت حملة التوعية بمرض السكري، قمنا بحملة جدا كبيرة غطينا فيها يعني مدينة جدة كاملة بما فيها من معاهد، شركات، مدارس، يعني غطينا أجزاء كبيرة من مدينة جدة بالتوعية والتثقيف. طيب دكتور سامي، لو نتحدث عن المنهجية التي وضعتها أو الذي وضعها مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز واستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الجديد، ما هي المنهجية التي وضعت في هذا الأمر؟ طيب جميل جدا أخي يوسف. طبعا منذ أن بدأت جائحة كورونا قام مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز بالشراكة مع قطاعات مختلفة في الجامعة بجهود جبارة وكبيرة جدا لمواجهة وتصدي لهذا الوباء. بدأنا قبل حضور أو قبل أن يعني ينتشر هذا الوباء في مملكتنا الحبيبة، قمنا بعدة محاضرات، عدة دورات تدريبية، قدمنا كثير من ورش العمل التدريبية. ولما بدأت الجائحة ولله الحمد قمنا بجهود كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، أنتجنا كمية كبيرة من الفيديوهات التوعوية، المواد التثقيفية بأكثر من 9 لغات، أرسلنا يعني كمية كبيرة من الرسائل التوعوية والإيميلات عدت أكثر من 1,000,000 رسالة. بعد ذلك قام مركز تعزيز الصحة بتنظيم أكبر ملتقى افتراضي تدريبي للمجتمع في المملكة العربية السعودية، حيث حضر هذا الملتقى أكثر من 50,000 مواطن ومواطنة. في المرحلة الحالية الآن الجميع يستعد للعودة بحضر. قامت جامعة الملك عبد العزيز بجهود جبارة وأطلقت ودشنت أول منهج تدريسي للطلاب
التوعية والتثقيف عن جائحة كورونا. هذا المنهج يتكون من 3 فصول. الفصل الأول سوف يتطرق إلى نشأة مرض كوفيد 19 وفيروس كورونا و تأثيره على صحة الإنسان. الفصل الثاني سوف يتطرق إلى الإجراءات الوقائية للتصدي لمرض كوفيد 19 وفيروس كورونا المستجد. والفصل الأخير في هذا المنهج سوف يتطرق إلى دور الصحة العامة والعمل البحثي في التصدي لكوفيد 19. هناك أهداف كثيرة تفصيلية، أهمها تهيئة الطلاب للعودة للحياة الطبيعية تحت شعار نعود بحذر. أيضا هناك عدة أهداف أهمها تهيئة الطلاب نفسيا واجتماعيا للتعامل مع المرحلة المقبلة، وأيضا تأصيل مبدأ التباعد الاجتماعي وهذا المفهوم وكيف الطالب يتعامل معه. أيضا هناك عدة فصول تدريبية تهتم ب على سبيل المثال وليس الحصر أنواع الفيروسات، تاريخ نشأتها، أيضا تطوير اللقاحات وكيفية دور هذه اللقاحات في التصدي لمسألة كوفيد 19. أيضا من ضمن الفصول الموجودة هناك لتدريس الطلاب تعليمهم كيفية انتشار العدوى وكيفية قياس انتشار العدوى. وآخر فصل في هذا المنهج المهم هو التعريف بدور المملكة في التصدي لهذه الجائحة سواء كان محليا أو عالميا. رسالتكم الأخيرة من مركز تعزيز الصحة في جامعة الملك عبد العزيز للمجتمع دكتور سامي. طبعا كلمة أخيرة أوجهها للجميع، يعني كلنا نقف اليوم موقف احترام وموقف إعجاب وموقف يعني فخر واعتزاز بالجهود الكبيرة التي قامت فيها دولتنا، جهود صراحة يشهد لها الجميع في جميع أرجاء هذا العالم، جهود جدا كبيرة، تضحيات قدمت، عمل قدم يعني ليلا ونهارا لحماية مواطنينا. العودة للحياة جدا بسيطة فقط يعني نتبع مبدأين، مبدأ أوله هو مبدأ التباعد الاجتماعي، والمبدأ الثاني وهو مبدأ الحماية الشخصية وحماية الآخرين. نتمنى لطلابنا ونتمنى للمجتمع العودة للحياة الطبيعية سالمين إن شاء الله معافين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقي بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. دكتور سامي، إذا زميلي خالد، هذه كانت أبرز المعلومات من مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز، إليك الصوت والصورة. شكرا لك زميلي يوسف الزايدي، يعني ولجميع زملائنا الحقيقة الموجودين والمتواجدين في الميدان. خلوني أروح لقصة أخرى كذلك من القصص اللي ودنا نحكي عنها، جامعة الملك سعود. يعني أرحب معي بالدكتور بدر الهجهوج وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود. دكتور بدر حياك الله معنا. خليني أبدأ معك بسؤال تمهيدي عن ما الذي قدمت جامعة الملك عبد العزيز، أو عفوا جامعة الملك سعود، في مكافحة جائحة كورونا؟ حياك الله أخي خالد، حياك الله وحيا الزملاء جميعا. أولا وأشكركم على الاستضافة. الحقيقة قامت جامعة الملك سعود برعاية مدير معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر وفقه الله بجهود وبدعم من الوكلاء والعمداء والزملاء أعضاء التدريس، بدعم وبجهود جبارة قد يعني لا يسع حصرها الآن. لكن نذكر مثلا يعني بادرت الجامعة في بداية الجائحة بتنظيم حملات توعوية من خلال الموقع الإلكتروني وسائل التواصل الجامعي في نشر الوعي عن الفيروس والمحافظة على الروح المعنوية. قامت بإصدار تعليمات وقائية، خصصت الجامعة مبنى للعزل في السكن الطلاب الجامعي، وعند تعليق الدراسة قام أكثر من 4000 عضو هيئة تدريس بجهود جبارة، وذلك بتحويل المحتوى الدراسي إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك بنقل أكثر من 5000 مقرر دراسي إلى أكثر من 55 ألف طالب وطالبة. والحقيقة قامت الجامعة بالعديد من الدورات التدريبية والورش العمل والمحاضرات التوعوية بهدف نشر الوعي، وذلك كان كله في بداية الجائحة. طيب دكتور بدر، خليني يعني حديثنا اليوم يمكن منصب بشكل أكبر على موضوع الأبحاث العلمية، والجامعات لا شك أن دورها يعني مهم،
والمؤمل عليها شيء كبير في موضوع دعم الأبحاث العلمية في الجانب. عندكم مبادرة الجامعة جامعة الملك سعود لبحوث فيروس كورونا كوفيد 19، حدثني عن فكرة هالمبادرة وعن أهدافها والمجالات المطروحة فيها. أول الحقيقة جامعة الملك سعود قبل هذه المبادرة في خالد ساهمت بجهود يعني أعضاء هيئة التدريس بأكثر من 40 ورقة إلى الآن في مجلات علمية محكمة ومصنفة في قواعد شبكة العلوم، وذلك يجعل جامعة الملك سعود في طليعة الجهات العلمية في إنتاجها البحثي بنسبة أكثر من 25% على مستوى المملكة العربية. نعم، على المستوى المملكة. جميل. نعم، هذه إلى الآن يعني مصنفة في قواعد شبكة العلوم ومنشورة في مجلات محكمة وعالمية. أما فيما يخص المبادرة، أطلقت عمادة البحث العلمي وبرعاية من معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران مبادرة بحوث كورونا، تقدم لها العديد من الزملاء داخل الجامعة وبمشاركة الحقيقة من زملاء خارج أسوار جامعة الملك سعود من الجامعات المحلية وأيضا الجامعات الخارجية في 4 مجالات: مجالات التشخيص، الوقاية، الجوانب والعلاج، والجوانب النفسية والأثار الاجتماعية. بدأ الزملاء الحقيقة في مثل بإجراء هذه البحوث. هناك بعض النتائج من هذه المبادرة ومن غير هذه المبادرة تمثلت في نماذج أولوية في طور بحول الله تعالى الحصول على التراخيص إما من هيئة الغذاء أو الدواء أو بالتواصل مثلا مع مصانع تجارية في طيب يعني مثل ماذا؟ يعني أعطني أمثلة لما تم فعلا يعني التوصل له أو إنجازه، يعني أو أن خطينا خطوات متقدمة في هالجانب. مثلا على سبيل المثال ما قامت به المدينة الجامعية والكليات الطبية من رفع كفاءة تشغيل جهاز تنفس صناعي وإيصاله إلى 4 مرضى في آن واحد، حيث قام فريق من المدينة الجامعية بذلك وفعل هذا الجهاز، وقامت المدينة بتفعيل هذا الجهاز واستخدامه في مستشفياتها. جميل، هذا كان بجهود باحثين سعوديين. نعم، باحثين سعوديين بقيادة الدكتور عبد اللطيف الواصل. طيب الله هل طيب أنا عندي نقطة بس تساؤل ودي تجيب لي عليه دكتور. يعني هل في هناك يعني عندنا الجامعات، عندنا المراكز البحثية، عندنا مدينة الملك عبد العزيز، عندنا مركز الملك عبد الله العالمي يعني للأبحاث، يعني هل في تنسيق فيما بينكم؟ بمعنى أنه بحيث مو كلنا نشتغل بالحاله، لا يعني أبغى يكون هل هناك تنسيق بحيث أنه الجهود توحد وأنه فعلا يعني جهدي على جهدك، بداية والله ما نكون نخط يعني نمشي بسرعة 80، عطني جهدي وخذ يعني وهات جهدك ونقدر نمشي بسرعة 120 مثلا كيلو في ساعة. لا يخفى عليك أخي خالد أن هناك اتفاقية بين جامعة الملك سعود والعديد من الجهات الداخلية والعالمية المحلية والخارجية. أيه. وطبيعة البحث العلمي وخصوصا الزملاء في الجامعات استخدامهم للعلاقات سواء داخل المملكة أو خارجها، فلدينا هنا في من الأبحاث المنشورة ما يعني ما يوحي بأن هناك جهود متكاملة بين الجامعة وبين الباحثين خارج الجامعة سواء كانت محلية أو خارجية. بمثال، هناك بعض الزملاء الذين تعاونوا مع مستشفى الأمير سلطان العسكري وهم في يعني مراحل متقدمة من إجراء بعض البحوث، هناك تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، هناك تعاونات أخرى، لأن طبيعة الباحث في الجامعات هو لديه مجموعة من الزملاء الذين يجمعهم نفس الاهتمام، فتكون هناك إما تعاونات يعني تعاونات تأتي بطبيعة الباحث أو تعاونات تكون تحت إطار اتفاقيات، وهذه ممارسة عالمية متعارف عليها في الجامعة. طيب دكتور، وش رأيك في من يرى أنه جامعاتنا تهتم بأن ينشر لها أبحاث محكمة في المجلات العالمية المعتمدة أكثر من اهتمامها بأبحاث يعني كلينيكية فعلا ينتج عنها مثلا يعني إما لقاحات ولا منتجات تخدمنا في مواجهة الجائحة؟ والله أخي التوازن مطلوب في مثل هذا، فهناك أبحاث نظرية وأبحاث اجتماعية لا يمكن الحقيقة أن نغفل عنها. الأبحاث التطبيقية أيضا لها قيمة عالية، الأبحاث التطبيقية التي تؤول إلى منتج لها قيمة عالية، لكنها تخدم مسبقا بتخصصات نظرية أيضا لا يمكن
مكانها. فهي العلم هو متراكم، عملية تراكمية، لا يمكن إسقاط جزء منه ثم الاعتماد على الجزء الأخير، فهو علم مترابط. العلم النظري والاجتماعي يخدم العلم التطبيقي. الأبحاث المحكمة يعني ما الفائدة المرجوة منها؟ هل هي تكون مصدر مثلا لعلماء وباحثين عالميين مثلا أم ماذا؟ لعلي يعطيك مثال أخي خالد من خلاله يعني تلمس أهمية بعض البحوث النظرية. ربما مثلا الار زيرو أو ما يمثل معدل انتشار العدوى هو بحته وعملية نظرية بحتة قائمة على حسابات رياضية. هذه أفادت العالم كله أجمع في تصنيف هذا الفيروس، هل هو يعني نستطيع أن نطلق عليه وباء أو جائحة أو لا يعدو عن كونه يعني إنفلونزا عادية. هذا خلق مسار يعني مختلف تماما. فهناك العديد من الموضوعات التي قد نراها نظرية لها يعني قيمة عالية في البحث العلمي. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور ماجد، الدكتور بدر الهجهوج وكيل عمالة البحث العلمي بجامعة الملك سعود. أتمنى حقيقة لكم التوفيق في دعم هالأبحاث، ونشوف إن شاء الله ثمارها على أرض الواقع وكل جامعاتنا ومراكزنا البحثية. فاصل، وبعد الفاصل عندنا قصة أخيرة في هالجانب راح نرويها. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع جهودنا في السعودية في عملية البحث العلمي ودعمه لأجل دعم اكتشاف فيروسات أو كل ما يتعلق بالتحفيز لمواجهة أزمة كورونا. عندنا قصة ثانية، خليني أرحب بالدكتور سعيد المعلوي وكيل عمالة البحث العلمي لدعم المراكز البحثية بجامعة طيبة. دكتور سعيد، يعني جامعة طيبة يبدو لك لها مبادرات كذلك في 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 هذا الجانب، لو تعطينا ما الذي قدمت الجامعة لدعم وتعزيز وتحفيز البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا؟ أولا مساكم الله بالخير أستاذ خالد، لك وللمشاهدين والمشاهدات من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحقيقة يعني بتوجيه من معالي رئيس الجامعة دكتور عبد العزيز السراني وبمتابعة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وإشراف مباشر من سعادة عميد البحث العلمي، انطلقت أو مبادرة جامعة الطيبة، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع وعبر رسالتها وتزامنا مع مستجدات وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. إطلاق هذه المبادرة الحقيقة لتساهم في إيجاد حلول علمية وطبية من خلال معرفة التسلسل الجيني ومعرفة طرق الوقاية وعلاج هذا الفيروس والحد من انتشاره بإذن الله تعالى. الحقيقة طلبت هذه المبادرة بمجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف الحقيقة كانت داعم كبير لجهود المملكة التي قدمتها للحد من انتشار هذه الجائحة. الأهداف التي انطلقت منها هذه المبادرة كانت 9 أهداف رئيسية، ولها إبراز جهود المملكة السعودية في مكافحة هذه الجائحة واكتشاف وتطوير طرق حديثة للتشخيص واكتشاف طرق وقائية وعلاجية للحد من انتشار هذه الجائحة، كذلك تطوير أجهزة هندسية طبية لاكتشاف هذا الفيروس والتعاون مع مراكز بحثية، دراسة واستشراف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المجتمع. نعم. الحقيقة المبادرة انطلقت منذ أبريل الماضي وما زالت مستمرة هذه المبادرة ومرت بمجموعة من المراحل. إذا اديتني الوقت أستاذ خالد، طيب يعني بس اللي أعرفه معك المراحل. طيب أعطيني المراحل وبعدها بعرف وين وصلنا. طيب طبعا مرت بستة مراحل رئيسية. المرحلة الأولى كانت مرحلة إعلان المبادرة وكانت في بداية شهر أبريل، ثم استقبال هذه المقترحات البحثية، ثم اللي هو إرسال هذه المقترحات البحثية للمحكمين، فكان هنالك محكمين من داخل المملكة ومن خارج المملكة. المحكمين كانوا محكمين داخليين وإقليميين ودوليين، 45 محكم حكم هذه المبادرة. كان عدد المقترحات البحثية التي وصلت للعمادة وهي المشرفة على هذه المبادرة
76 مقترح بحثي، بعد التحكيم طلعنا ب 24 مقترح بحثي، انتقل للمرحله التي تليها وهي مرحله اعلان النتائج، ثم انتهينا بمرحله توقيع العقود مع الباحثين، وكانت هذه في 15 تقريبا 6 تم التوقيع مع الباحثين لينطلقوا الحقيقه في ابحاثهم ويحولوا هذه الاهداف للمبادره الى مخرجات بحثيه متوقعه ستكون قريبا وقريبا جدا ان شاء الله. طيب هذا يعني افهم من الدكتور انه عندنا 24 بحث من اصل 79، يعني بحث قدمت او 76 قدمت افكاره لكم هي اللي دعمتوها، صحيح؟ صحيح، عندنا 24 مقترح بحثي بناء على تقييم المحكمين، وهي الان في يعني البعض منها يعني تم يعني بدء الفرق البحثيه في ابحاثهم بداوا، والبعض الاخر منتظرين بعض التجهيزات البحثيه. طيب. التي ستقدم لهم العماده الدعم. وش انواع البحوث اللي يعملون عليها هؤلاء ال 24؟ جميل. طبعا الابحاث جاءت الحقيقه للعماده من مختلف التخصصات، من الكليات العلميه والكليات التربويه والانسانيه وكذلك الكليات الصحيه. فهي جاءت من مختلف التخصصات تقريبا، يمثلها 24 رئيس فريق بحثي في جميع الفرق البحثية، حوالي 101 باحث وباحثة من داخل الجامعة ومن خارج الجامعة. جميل. كان هناك تعاون مع جهات وقطاعات خارج الجامعة. التعاون مع القطاعات هل هي مثلا نقول جامعات كذلك؟ لأنه أنا حديث إنه كل يعني غالبية جامعاتنا قاعدة تشتغل على هالجانب وغير المراكز البحثية، فمسألة التنسيق الجهود يعني لتتضافر بشكل أكبر، هل هذا قائم؟ نعم، كان هناك تعاون ولله الحمد مع 8 جهات تمثل قطاعات مختلفة في وطننا الحبيب. قطاع الصحة عندنا تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عندنا تعاون مع الشؤون الصحية، كذلك عندنا تعاون مع معاهد أبحاث اللي هو معهد الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية كيماك، وتعاون مع جامعات أخرى كجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية اللي هو جامعة كاوست، وتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، تعاون مع جامعة أم القرى. فلدينا تعاون مع 8 جهات تمثل قطاعات مختلفة في وطننا الغالي. طيب دكتور، تقول وقعتوا مع 24 يعني باحث وكل واحد معها اكثر من 100 يعني 100 من افراد من يعني من الجامعه وخارجها من ابناء وبنات الوطن. طيب وش نوعيه الدعم اللي بتقدمونه لهم بعد ما وقعتوا معهم العقود؟ اي طبعا الدعم هو دعم تجهيزات بحثيه، الان العماده في طور يعني التجهيزات البحثيه، وإن شاء الله قريباً وقريباً جداً نرفع بهذه النماذج الخاصة بالتجهيزات البحثية لجميع الباحثين للبدء في أبحاثهم. وبعض الباحثين ولله الحمد لدينا بنية تحتية متكاملة لبعض الباحثين وانطلقوا في أبحاثهم الآن، وسيكون هناك مزايا بحثية بعد إن شاء الله عز وجل إغلاق العقود البحثية لجميع الباحثين، وإن شاء الله عز وجل سنرى مخرجات يعني جميلة من هذه الأبحاث. طيب دكتور، تساؤل هام يعني في النهاية، وأتوقع يمكن هو أهم تساؤل، يعني ما المخرجات المتوقعة من هذه الأبحاث، ومتى يمكن أن نرى فعلا شيء على أرض الواقع من خلالها؟ جميل. المقترحات البحثية هي عبارة عن أهداف المبادرة. حقيقة أهداف المبادرة ستتحول إن شاء الله، وبدأت بعض الفرق البحثية تحول هذه الأهداف إلى مخرجات بحثية. لدينا إن شاء الله عز وجل وحنرى إن شاء الله مخرجات بحثية متوقعة، سواء في دراسة التسلسل الجيني أو في اكتشاف طرق علاجية ووقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، أو تطوير أجهزة طبية هندسية لاكتشاف كورونا فيروس إن شاء الله عز وجل. فالأهداف التي بنيت عليها هذه المبادرة ستتحول بمشيئة الله عز وجل قريبا وقريبا جدا إلى مخرجات بحثية قريبا. طيب عطني أقرب القريب. طيب من القريبا
ممكن إعادة السؤال؟ أبغى أقرب القريب من القريب، يعني ما هو الشيء من هالأبحاث اللي الآن بدأ يعني دخل مراحل متقدمة وبنشوف منتج يخدمنا في مواجهة الجائحة؟ الحقيقة عندنا تسلسل الجيني، دراسة التسلسل الجيني، عندنا مجموعة يعني بحثية يقودها أحد الزملاء وهو خريج من جامعة يعني مرموقة، يقود هذا الفريق، ووصلوا إلى نتائج مبشرة ومبشرة بالخير إن شاء الله عز وجل، وستنشر إن شاء الله في مجلة أو مجلات علمية ذات سمعة بحثية قوية إن شاء الله عز وجل. نعم، شكرا، شكرا جزيلا للدكتور سعيد المعلوي وكيل عمالة البحث العلمي لدعم المراكز البحثية بجامعة طيبة. الاهتمام بالبحث العلمي هو ديدن الدول المتقدمة، لم تنهض الدول صناعيا وتقنيا إلا عندما اهتمت بالجانب البحثي. لدينا اهتمام بهذا الجانب الأهم، دور الجامعات، المراكز البحثية، العلماء والباحثين السعوديين والسعوديات. جميل أن يسجل في ظل هذه الجائحة أن عالما أو عالمة سعودي أو سعودية استطاع أن يكتشف مثلا لقاحا لهذا الفيروس. ما المانع؟ لا شيء ينقصنا، عقول نيرة، تعليم متقدم، دعم للقيادة، بيئة كلها يعني تحفيزية، ولا شيء ينقصنا وهمتنا تناطح السحاب. بكرة على طار السحاب تجارب سياحية بشكل عام، منها فوق السحاب في أبا في مالها.